داريل انطلق على بركة الله، شوط الكاس، شوط الكاس للثنايا القعادين، ويحمل هذا الشوط 32 اسما وشعارا لامعا في مجال رياضة الآباء والأجداد. هذا الموروث الذي نشكر المحافظين عليه والداعمين له حكومة وشعبا وجميع الذين يقفون وراء هذا الدعم. نتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وإلى جميع الداعمين. نذهب ونبدأ بإذاعة المراكز المتقدمة، نذهب مع حاملة الرقم 32 وهي الأخيرة في الكشف ولكن الأول في المركز، الأول في المركز المتحد علي بن محمد المري، وفي ثاني المراكز حامل الرقم 12 مسموح سعيد بن حمد اللزيوح، والتراجع غير مسموح يا اللزيوح، التراجع غير مسموح، مسموح في أول المراكز. وفي ثاني المراكز حامل الرقم 32 المتحد علي بن محمد المري، وفي ثالث المراكز حامل الرقم 1 رياض علي المري، رياض على ثاني المراكز. ونذهب إلى رابع المراكز حامل الرقم 19 صوغان عبد الهادي بن ناصر الهادري، وفي خامس المراكز حامل الرقم 27 شاهين سعيد بن عنزان النعيمي، هذا الاسم الكبير سعد بن عنزان النعيمي، هذا الاسم الكبير. واسمحونا على الأغلاط المطبعية يا جماعة، العذر والسموحة منكم جميعا. نذهب إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المنافسة، نعود إلى الكبار، نعود. ولا زال مسموح سعيد بن حمد اللزيوح في مقدمة الشوط، مسموح مسموح مسموح، لا زال يحافظ على مركزه ولا زال يتقدم ويرقص رقصا تلقائيا منذ بداية هذا الشوط. وفي ثاني المراكز حامل الرقم 32 المتحد علي بن محمد المري، وثالث المراكز حامل الرقم 1 رياض علي المري، والجميع جميع القعادين في نقطة واحدة، جميع القعادين في نقطة واحدة. انطلق مسموح، مسموح بدأ يباعد ورياض بدأ يتسلل، والمتحد قادم من الجهة اليمنى. ما شاء الله تبارك الله على هذا المنظر، ما شاء الله ما شاء الله. رياض انطلق، رياض، رياض بدأ يتسلل، بدأ يباعد رياض، رياض بدأ يتقدم لعلي المري، للسيد علي المري. ولكن مسموح ليس بالسهل، مسموح ليس بمنافس سهل يا رياض. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعود إلى المتحد الذي يحل في المركز الثالث علي بن محمد المري، ورياض باعد، باعد رياض، بدأ بالانطلاق علي المري، علي المري بدأ يباعد. وفي ثاني المراكز مسموح 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 سعيد بن حمد اللزيوح، شعار مميز وانطلاقة مميزة، ما شاء الله ما شاء الله يا مسموح، يا راعي مسموح، حافظ على مسموح. ثالث المراكز، في ثالث المراكز حامل الرقم 32 المتحد علي بن محمد المري، ونصل إلى 1500 متر، ما شاء الله ما شاء الله. روح رياض، غادر رياض، أطلق العنان لرياض، تقدم رياض، باعد رياض للسيد علي المري. ما شاء الله ما شاء الله، انطلاقة مميزة واسم مميز، ما شاء الله، شكل واسم مميز ويليق باسمه، اسم على مسمى رياض، والشكل رياضي والأداء رياضي، ما شاء الله تبارك الرحمن. نقترب من الكيلو الأخير، كيلو العمليات،
ما شاء الله تبارك الله يا رياض، رياض باعد، رياض باعد، وأرى شعار السناري، شعار السناري، السناري قادم يا رياض، احذر السناري، احذر السناري. حامل الرقم ثلاثة شكلان، شكلان يشكل الخطورة عليك يا رياض، شكلان للسيد عبيد، عبيد بن علي السناري قادم مع شكلان ورياض، رياض وشكلان والسبعمائة متر النهائية، رياض وشكلان، رياض وشكلان، رياض لعلي المري، شكلان عبيد بن علي السناري. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة وهذه المنافسة، وتشتد المنافسة. ما شاء الله ما شاء الله يا رياض، ما شاء الله يا رياض، احذر يا رياض، السناري وصل، وصل السناري، يبو 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 يبو، وصل السناري، ولكن رياض انطلق. الله 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 يا رياض، باعد رياض، ما شاء الله تبارك الرحمن، باعد رياض. ونقول من هذه اللحظة تهانينا والناموس لمالك رياض علي المري على فوز رياض بهذا الشوط الرئيسي وانتزاع كأس هذا الشوط. وفي ثاني المراكز شكلان عبيد بن علي السناري، وفي ثالث المراكز ما شاء الله باعدنا الأول والثاني عن الجميع، في ثالث المراكز حامل الرقم 27 شاهين سعيد بن عنزان، سعد بن عنزان النعيمي. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 6 دقائق 17 ثانية 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفريق.